كاملية من الجزائر ما حكم البسملة عند القراءة في الصلاة؟ القراءة في الصلاة إما أن تكون قراءة الفاتحة أو قراءة غيرها من السور. فأما قراءة الفاتحة فإن الأكمل في حق القارئ أن يستعيذ بالله جل وعلا، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى، ويسمي سرا عند جماهير العلماء وجاهرا لكان إماما عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه. وأما غيرها من السور فلو سمى لكان خيرا، لكن لو لم يسمي فإن شاء الله تعالى لا حرج. ومسألة البسملة كما تعلم مسألة مختلف فيها، وحررنا فيها الكلام فقهيا في كثير من المواقف، لكن لابد أن يفرق ما بين أمور. أولها قول الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ثابت أنه آية من سورة النمل، والخلاف أشده في فاتحة سورة الفاتحة، هل نقول بسم الله الرحمن الرحيم أو لا نقولها؟ والأكمل والأولى والحق أنها تقال، مع الخلاف تقال سرا أو تقال جهرا. وأما في غيرها من السور عند فاتحة السورة فالأمر في ذلك واسع والعلم عند الله.